سباليتي بلون جوا يلعب في المانيا. دافيد بيكا. مرحبا بكم في حلقه نصف نهائي برنامج امور كوره بين ذي وخالدين. ذي مرحبا بك. مرحبا بك صادق. مرحبا بك خالدين. اليوم باش ننتقم من اخوي ربحتني في الكوب دافريك جاي لليورو باش ننتقم من لما حل اليورو مسمي عليك انت انا اعطيني كره تونس لافريك تروح صعيب حقيقة. جمهور البرسا كانت جلتي يا اخوي كانت جلتي يا هي اخوي باش تربحني اما اخوي من اراد المتعه فليذهب عند صادق. خالدين مرحبا بك. مرحبا بك خويا. مرحبا بك صادوك. مرحبا بك ذي. مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله حلقه تحفونا كالعاده معنا المتعه موجوده وديما زاد كالعاده ما تنساوش المقاطعه 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 وربي ينصر اخواتنا في فلسطين خويا. امين امين امين. نتوكلوا على ربي. شكون تحب يبدا الاول ولا تلعبوا فرز؟ خلي يبدا خلي يبدا. بالله لي ابدا ابدا انت والله باه. بسم الله. طلع اللاعب طلع اللاعب. توب ديس توب ديس. شكون يزيد شكون يزيد دي تقف تخسر تقف تخسر. لعبة الانتقالات لعبة الانتقالات ودي لعبة الحروف. نبدأ باللعبة الأولى واللي هي طلع اللاعب. طلع من هو اللاعب وجيبك بنعم أم لا فقط. خدين معتزل. لا. يلعب في اليورو تو. لا. لعب في اليورو اللي فات. نعم. وصل فينال اليورو اللي فات. لا. يلعب تو في اليوروب. نعم. توب سانك. نعم. يلعب في اسبانيا. لا. يلعب في ايطاليا. لا. يلعب في انجلترا. لا. في المانيا. نعم. توماس مولر. لا. اتاكون. لا. ماتس هوميلز. لا. يلعب في البايرن. لا. ماركو رويس. لا. منتخب بلاده هز اليورو قبل. لا. ماغواير. لا. ماغواير يلعب في المانيا. ديه. لا الله محمد رسول الله. منتخب بلاده ترشح المره هذه الدور الاقصائي. نعم. اللاعب هو جادن سانشو. لا. مو جادن سانشو. عمره فوق 30 سنه. لا. يلعب مع دورتموند. لا. يلعب مع ليفركوز. لا. ليبزيغ. لا. تحبوا نعديوها نقطة؟ عادي عادي عادي. اللاعب هو كيفن مبابو. يلعب في اوكسبورغ تا. شكون يتفكر هذا؟ نقطة ما تمشي لحتى حد ما طلعتوش. صعيب صعيب. اللاعب هو كيفن مبابو. خيبة أمل كبيرة. نتعديو للعبة اللي بعدها واللي هي توب ديس. توب ديس. سمي أصغر 10 لاعبين إنجليز شاركوا في بطولة أمم أوروبا قبل نسخة 2024. دي إيه؟ واين روني. واين روني مرتبة أولى. دافيد بيكا. سترايك لولا. خالدين موش موجود. مايكل أوين. مايكل أوين مرتبة ثالث. جيرارد. سترايك ثانية خالدين. جيرارد مش موجود. بول سكولز. سترايك لولا ذي. بول سكولز مش موجود. الأمانة صعيبة اللعبة عندكم الحق. بي باس باس باس. ترجع خالدين. غاسكوين. سترايك ثالثة خالدين مش موجود. لاعبين اللي موجودين نقطة ساعة تمشي ذي واحد سر. لاعبين اللي موجودين وين روني الأول. كالوم هوتسون أودوي مرتبة ثانية. أوين مرتبة ثالثة. خليني الأخر برا. ريشاردز مرتبة رابعة. ميكا ريتشاردز. جيدن سانشو مرتبة خامسة. ريكو لويس. جاك ويلشير. جوناتان وودجيت. أرون لينون. وديلي علي مرتبة عشر. وودجيت. وودجيت في يورو 2004. نتعديو للعبة اللي بعدها واللي هي شكون يزيد. باري. واحد صفر. واحد صفر. شكون يزيد. كم من مدرب
شارك في هذه النسخة تقدر تذكر في 30 ثانية. خالدين. ثلاث. أربعة. خمسة. ستة. فغل. ستة. ثلاثة. اثنين. واحد. كومان. سباليتي. دي لافوينتي. مرات ياكين. ولي سانيول. دي ديشون. جيت سامي على ميت. صح. صح هما ستة متأكد منهم. شكون هولندا سميناها. ايطاليا سميناها. اسبانيا دي لافوينتي سميناها. شكون. سيبون. مونتيلو. فينشينسو مونتيلو. برافو. نقطة ثانية تمشي لدي بكري الحقيقة. ستة. 24 مدرب خالدين. نورمال. اثنين بلاش ونتعديو للعبة اللي بعدها. تقف تخسر. سمي الفريق الاساسي لمنتخب ايطاليا في نهائي بطولة امم اوروبا نسخة 2020. دوناروما. بونوتشي. كيليني. جورجينيو. كيزا. إنسيني. دي لورينزو. إيموبيلي. لوكاتيلي. سترايك لولا. دي خالدين. باس. عندي حق في باس في بني. باس. شو اسمه؟ إمرسون. برافو. قادو زلابي. فيراتي. برافو. خالدين. قدم زين من لعبي. واحد في إيطاليا. فلورنسي. ترايك لولا خالدين. سبينازولا. سترايك ثانية. دي سترايك ثانية خالدين. دي صعيبة برجولي. أندريا بيلوتي. سترايك ثالثة. دي ونقطة تمشي لخالدين. اثنين واحد. شكون جوار لعب هو باريلا. باريلا. كيش نسيتو الحقيقة. خيبة امال كبيرة. معناها طلعت إمرسون فالميري وما طلعت باريلا. ليه. اثنين واحد. تعديو لعبة الانتقالات. لاعب معتزل. بدي مسيرته في نادي كوبنهافن. دنمارك. بعد مشي نادي بروندبي. شمايكل. بعد مشي نادي ليوفي. برانيت. لازيو. كرازيتش. بارسا. لارسن. ريال مدريد. لاودروب. برافو خالدين. اثنين. قوي بس. كوبنهافنس. بروندبي. ليوفي. لازيو. بارسا. ريال مدريد. فيتسل كوبي وآياكس أمستردام. لو دروب. 2-2 نتعديو لعبة الحروف. برافو الوليد. شد. كيس. فينال قبل ايوان. هذا هو. لعبة الحروف. لاعبين فازوا باليورو. ذي. شكون نزل يورو؟ أدريان سيلفا. بلون. سي. كريستيانو رونالدو. دو سايي. او. إدير.
F فرناندو توريس G جيرار بيكي هرنانديز تشافي H I إنييستا G خافي مارتينيز ك ال لوران بلان سترايك لولا ساعة ذي ال لوران بلان لوران بلان ام ام سترايك ثانية ذي ناني ان ناني او سترايك ثالثة اللي هو اوليفير بيرهوف بي 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 اي رونالدو تي تيري هنري في استنى في شكون في فيرا فيا فيا فيرا اكس تشافي وزيد المعلم زيدان نقطة تمشي فما حاجة ما نعرفش شخصية البطل نتعديو المن الأسرع يديكم بجنبهم من الأسرع من كان حارس مرمى ألمانيا لا اله الا الله علاش نزلت انت ديما هاك ريت هو نزل هاك انت لقد وقع في الفخ بار اوليفر كان غلط من كان حارس مرمى المانيا نهائي 1980 اورو 1980 سيب ماير غلط دي عمري الا 20 عام انا 80 هو تو نبه باش جاوب ولا نعدل جاوب ولا تعديلوا لي عندك شوماخر برافو كيفاش تاع فورمولا لا 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 عندهم غارديان اسطوري اسمه شوماخر أربعة كما قال جلايل بلي شراوت الجلايل والتكتيكه ومروان والشباب الكل أربعة اثنين نتعديوا للسؤال الثاني في من الاسر السؤال الثاني يقول من هو هداف يورو 2024 قبل الدور الثمن النهائي كريستيانو رونالدو يورو 2024 2024 ميكوتازي 2024 في بالي قلت 2020 نقطة تمشي هوب لكريستيانو والله 4 3 نتعداو للبونوس البونوس بين من ومن كان نهائي يورو 1992 1992 بينات الدنمارك و الدنمارك والمانيا برافو خمسة ثلاثة نتعديو للسؤال الثاني عاد نتفكر في الدومي فينال خاطر وقتها الدنمارك فرنسا هولندا المانيا ذوما كان صدقني ربي خلطوا للدومي فينال وقتها خمسة ثلاثة نتعديو للسؤال الثاني في البونيوس حضروا رواحكم من ساهم في هدف تعادل انجلترا في الدور الثمن النهائي ضد سلوفاكيا لا الله شكون عمل اسيست نتاع بيلينغهام بونت بيلينغهام مارجي برافو خمسة خمسة أربعة نتعديو للسؤال الثالث البونيوس شدت شوية يلا من سجل هدف فرنسا الاول خلدين الاول ويلتورد ويلتورد برافو شخصيه البطل الفم حاجه ما نعرفش مش عارفها فينال 2000 بلي سيلفا ويلتورد الفم حاجه ما نعرفش شخصيه البطل مبروك عليك خو بلي اسمع نعاود نقولها مره اخرى انا حبايبي انا وذي معناها ما مانيش باش نسايبو في الفيسبوك العبيد يراونا قدام الكاميرا كاو على اساس نتعاركوا كله ما يعرفوش في الدنيا جونا بها عصر الديناصورات كما يقول جرير خويا تحيه للتكتيك تحيه عليكم شباب ذي عندك كلمه الختام تحفونا على اخر الحلقه والله كبست انت ما عملت خير من المتوقع امر بحلي في الاخر كوتا بتاعه طايحه وديجا 1-0-7 وانا تلقاني 17 ولا غادي يا رسول مستحق انتصار مستحق وميرسي صدوق على الابيزود كامله وعلى الفكره كامله اللي عملتها يعطيك الصحه معنا في الشامبيونز ليج
ان شاء الله ان شاء الله بس الشامبيونز ليج ريال مدريد وما نكونش معاكم في الشامبيونز ليج هذا الاخي باش نجيكم مريول ريال معناها ما فهميش خويا محلاها حلقه وفيديوهات الكل معناها حلقاتك والبرنامج الكل برسمي برافو الشباب كامل الهش الشباب المنظر فهمتني تحيه للجماعه اللي في الاوف بلاي صدوق برسمي صاحبي كيب تاب خدمتك مزيانه وما يهمك في حتى حد فهمتني برافو ديما طول ما تقفش دي بتبيعها من الاول صاحبي وخايبه امل كبيره لك ديما هكا جماعه الريال نعملين فيكم وما تنساوش باش تتابعوا صادق دي انا التكتيكه الناس الكل احلى تكتيكه وربي ينصر اخواتنا في فلسطين والمقاطعه المقاطعه ومقابلتنا في النهائي ان شاء الله ملتقانا في نهائي برنامج امور كوره بين شادلي وخلدان.